حافظ حليوات رئيس جمعيه القلب الاخضر للبيئه والتنميه المستدامه ورئيس الشبكه الاقليميه للمجتمع المدني بسليمان. في اطار البرنامج المسطر من قبل المجتمع المدني واللي هو برنامج نضالي وبعد الفضائح الكبيره ديال المجلس الجماعي كنقول لكم اننا احنا مازال موجودين ومازال غنكملوا البرنامج ديالنا. قمنا بمجموعه من الوقفات، المسؤولين ما استجبوش لنا، لذلك غنقوموا باكبر وقفه وهي اعتصام واضراب عن الطعام امام دار الشباب يوم الاثنين ان شاء الله. شكرا. هناك مجموعه من المشاكل اللي كيتخبطوا فيها سكان مدينه بسليمان. المجلس الجماعي عنده عجز كبير ديال 1.3 مليار. ملي كنتكلموا على العجز خصنا نعرفوا هاد الفلوس فين مشات. صفقات مشبوهه كيقوم بها المجلس الجماعي مع مجموعه من الشركات ديال التدبير المفوض، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر شركه اوزون للنفايات، شركه فيردورا للخدمات ديال الحدائق. هناك ايضا مشاكل في الحي الصناعي اللي توقفوا وما عرفناش الماء ديالو. هناك مجموعه من المشاكل اللي كيقوم بها اللي قام بها المجلس الجماعي. الصراحه اشياء كثيره بزاف بسليمان كتبرهن على ان هناك ازمه غتكون في مدينه بسليمان.